قال سيدنا علي كرم الله تعالى وجهه، قال إن فاطمة عليها السلام كنست البيت حتى اغبرت ثيابها وطحنت حتى مجلت يداها، يعني يداها تأثرت وشققت من الطحن. فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام سبي، أجيء بسبي من الحروب، فطبعا أسرى وفيهم خدم نساء تخدم وسراري إلى آخره. قال فقلت لها سيدنا علي كرم الله وجهه، لو أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألتيه خادما أن يعينك في هذا العمل في هذه الأعمال. قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده جلاسا، أي ضيوف جلاس، فاستحييت فرجعت. فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، جاء حتى يفهم ماذا تريد. فجاءنا وقد أخذنا مضاجعنا في الفراش رضي الله تعالى عنهما ونفعنا الله ببركاتهما. قال فدخل رسول الله بيننا صلى الله عليه وسلم وقال، فسألها، فقال سيدنا علي كرم الله يا رسول الله هذه أي السيدة فاطمة كنست البيت حتى اغبر ثيابها وطحن حتى ميلت يداها تأثرت، يعني فسمعنا أنك جاءك أسرى قدم فلعلك تعطيها خادما يساعدها. فقال عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على ما هو خير لكم من خادم، خير لكما من خادم؟ إذا أخذتما مضاجعكما أي الفراش، حين تأخذ المضجع للنوم واحدكم يجلس بالفراش، فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 34، أي سبحان الله 33 حمدا 33 الله أكبر 34، فذلك خير لكما من خادم، أي الله يعطيكم بهذا بهذه الصيغ إذا أنتم أتيتم بهما في هذا الوقت، أتيتم بهما في هذا الوقت، لأن الأذكار لها أوقات والأوقات إلى تأثيرات يا إنسان. قال إيش الحكمة؟ قل له هاي رجع لبابك اتبع، ما عم نحكي في الاتباع، بده يفهم هو إنه ليش. قل له هاي التسبيحات والتحميلات ترى في هالوقت خصوصا عند النوم تعطي صاحبها قوة بحيث بينام في قوي البدن نشيط، ما محتاج إلى خادم خدمة ولا إلى آخره، تعطي قوة. ولذلك قال إذا أخذتما مضى فقولا، غير التسبيحات وراء الصلاة يا إنسان، تلك التسبيحات حتى تجبر نقص الفرائض نقص الصلاة، فكل شيء وارد في السنة في وقت معين له مناسبة، وهذا راجع لعلم النبوة عن الله. أنت مالك نبي، أنت لست بنبي، إذا اتبع النبي يا إنسان، اتبع النبي الذي عرفه الله بالأحكام وأحكمتها وأسرارها وظواهرها وباطنها يا إنسان. قال سيدنا علي كرم الله وجهه، فلما قال لنا ذلك قلنا رضينا عن الله وعن رسول الله، خلاص ما عاد تسأل شيء. قال سيدنا علي فما تركتها، أي هذه التسبيحة تحميدات تكبيرات، منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاته وكذا وكذا حدث بهذا الحديث. قال له رجل ولا ليلة صفين يا أمير المؤمنين، أي ليلة المعركة الشديدة، قال ولا تركتها ليلة صفين، أيضا هي ليلة كانت ليلة معروفة